ساكا، ساكا أودغارد، يمشي أودغارد، أودغارد وبالراس خطيرة بدون خطورة من مارتينيلي، سيئة من مارتينيلي، أودغارد هز على اليسار، على اليسار لبورنموث، داخل بورنموث ما تتعطاش، ما فماش يلعب، ألعب الكرة ترجع مرة أخرى عن طريق الحارس موث التوزيعة الديف كرة مارتينيلي حلو الكرة من رو سميث يحاول يلف ويدور أودغارد حتى أودغارد ودار التحذير رو سميث يشاكو كل فرصة خبالة كلمة التركيز ولكن هربة من الياباني يدخل مدقة الجزاء ماذا تفعل يا الياباني ماذا تفعل يا توم ياسو قمة بعدما كانت حفلة منتظرة تصبح قمة بيتم عن الكلمة في 10-0 الركنية أين الوقت كرة ممتازة يمشي ساكا ركنية رقم 11 القادمة خطيرة الرأسية لا لم تأتي مارتينيلي ما شفناش شوفوا سميث وايت على منطقة الجزاء التسديدة والحارس يتصدى يتصدى لكرة أودغارد ديمونا يعمل كرة عن طريق وايت التوزيعة والركنية يدخل منطقة الجزاء مارتينيلي 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 مش ممكن يا مارتينيلي أنا مدرب راه مجنون مهبول نخرجك أنا هذه تخرجك فيها يا مارتينيلي هذه تتلعبش الكرة البورموث على القائمة الثانية خطيرة وفرصة للهدف الثاني فرصة يا يعني بورموث والنتيجة لصالحهم عرضية خطيرة على الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني 2-0 بورموث 2-0 بورموث بورموث البرغوث البرغوث يسجل البرغوث يسجل 2 بلاش يا ارتيتا مش ممكن مش ممكن على معزة ترجع الكرة من الحارس نيتو نيتو سميث وجول هم 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 الارسنال الحمر ارسنال سيعود ارسنال سينتصر 3-2 في سيناريو هيتشكوك يا ابن الجانرز جول من توماس جول من توماس حلت الشبكة حلت الشبكة توماس 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 نيلسون خطيرة والهدف الثاني كرة فاتت كرة فاتت كرة جول كرة جول كرة فاتت كرة جول ارسنال 3-2 ما نلعبش كيف كل كراني ما نلعبش لا تجسى حط ساق على ساق فانت ارسنالي ايوه حصار يا ريتو ما جاء الهدف الثاني السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على مباريات يوم غد الأحد الخامس من شهر